الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في قناة نونا كروشيه، معاكم نورهان النشار. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض فانوس صغير سهل وبسيط، هنعمله ميدالية. ممكن يبقى اكبر من كده في الحجم ويبقى لعبة عادي، هنعرف ازاي مع بعض نعمله اكبر او اصغر من كده في خلال الفيديو. قبل ما نبدأ الفيديو مع بعض، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واي اسئلة او استفسارات اكتبوها تحت في الكومنتات، وطبعا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو. يلا بينا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب عشان نعمل بقى الميدالية مع بعضينا، في الاول هعمل فانوس وهعمل فانوس تاني، فانا عملت ده الاول وهعمل التاني معاكم، وبعد كده نشوف هنشبكهم ازاي مع بعض. في الاول هعمل عقدة البداية، وهعمل 10 سلاسل عشان هعمل واحد اخده بالظبط. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هاجي عايزة ارتفع بسلسلة عشان هعمل فوق العشرة دول 10 حشو، هرتفع بسلسلة وبعد كده اعمل من تاني سلسلة غرزة حشو. ادي كده اول واحدة، هكمل بقى فوق العشرة كلهم غرز حشو كده. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 كده انا عملت اول سطر. هرتفع بسلسلة وهعمل 10 غرز حشو فوق ال10 غرز حشو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. يبقى انا كده عملت 10 سلاسل فوقيهم 10 حشو، وعملت 10 حشو تاني. هرتفع بسلسلة، هبدأ هنا بقى عايزة اتناقص عشان اعمل الجزء اللي من تحت ده للفانوس. هرتفع بسلسلة، هدخل في اول واحدة واعمل غرزة حشو ومش هكملها عشان هعمل تناقص في اول اتنين، وادخل في اللي بعدها واعمل غرزة حشو ومش هكملها، وبعد كده اسحبهم مع بعض. يبقى انا كده عملت اول تناقص في السطر. بعد كده هشتغل غرز حشو، ما عدا اخر اتنين هنعمل فيهم تناقص. كده فاضل عندي اخر اتنين هعمل فيهم تناقص. ادي كده غرزة حشو مش هكملها، وادي غرزة حشو تانية ومش هكملها. بعد كده اسحب واقفل مع بعض. هاجي السطر اللي بعده عايزة اعمل تناقص، هرتفع بسلسلة عشان الف الشغل. هعمل برضو في اول واحدة غرزة حشو ومش هكملها، وفي اللي بعدها عشان هعمل تناقص في اول اتنين. بعد كده هعمل غرز حشو، وهاجي عند اخر اتنين هعمل فيهم تناقص. كده فاضل عندي اخر اتنين هعمل فيهم تناقص، ادي واحدة وادي التانية، واقفلهم مع بعض. كده انا عملت تناقص، هرتفع بسلسلة والف الشغل. هاجي هنا برضو هعمل تناقص في اول اتنين، بعد كده هعمل حشو، واحدة اتنين، بعد كده هعمل تناقص في اخر اتنين. كده هلاقي ان انا عندي دول بقيوا 4 غرز حشو، 1 2 3 4، يعني انا كنت 10 بقى بقيت 8 بقى 6 بقى كده 4. هعمل فوق السطر ده 4 حشو زي نفس العدد بالظبط، 1 2 3 4. طيب يبقى احنا كده خلصنا الجزء اللي من تحت من الفانوس. دلوقتي انا عايزة بقى ارتفع وابدأ يبقى في تزايد عشان اعمل الفانوس الجوانب بتاعته دي. طيب هرتفع بسلسلة، هتزايد بقى في اول سلسلة من الناحية دي ومن الناحية دي.
هنا هعمل اول غرزة حشو، وفي نفس المكان هعمل غرزة حشو تانية، وبعد كده الاتنين في النص هعمل كل واحدة واحدة عادي. اخر غرزة هعمل فيها اتنين، واحد اتنين كده، الاربعة بقيوا ستة. هرتفع بسلسلة هعمل فوقيه نفس العدد بالظبط، ستة، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة. هاجي بقى كده ارتفع بسلسلة وهتزايد تاني، برضو هعمل في أول واحدة غرزة حشو، وفي نفس المكان هعمل غرزة حشو تاني، وبعد كده هعمل حشو فوق كل سلسلة أو فوق كل غرزة حشو، وهاجي في آخر واحدة وهعمل تزايد. السطر اللي بعده ده هيبقى نفس العدد بالظبط من غير تزايد ولا تناقص. فوق كل غرزة بنعمل غرزة حشو. هاجي بقى السطر اللي بعده هعمل فيه برضو تزايد، هلف هعمل غرزة ارتفاع والف الشغل، هعمل في اول واحدة غرزة حشو، وفي نفس المكان هعمل غرزة حشو تانية، وبعد كده هعمل حشو فوق كل غرزة، وهاجي اخر غرزة هعمل فيها تزايد، وارتفع بسلسلة وهعمل فوق كل غرز الحشو دي غرز حشو. من غير تزايد او تناقص. كده انا عملت فوق كل غرزة غرزة حشو. هاجي ارتفع وهعمل اخر سطر في التزايد معايا، هرتفع بسلسلة وهعمل غرزة حشو، وفي نفس المكان هعمل غرزة حشو تاني، وبعد كده هعمل غرزة حشو فوق كل غرزة، وهاجي بقى في آخر واحدة هعمل فيها تزايد، هرتفع بسلسلة والف الشغل. هاجي بقى اعمل نفس العدد ده تاني من غير تزايد او تناقص، هلاقيهم بقيوا 12، 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. تمام، يبقى احنا كده عملنا الجزء اللي من تحت من الفانوس، وادي جسم الفانوس. دلوقتي عايزة اعمل التناقص الاخير ده اللي هيديني شكل المثلث. هرتفع بسلسلة والف الشغل، زي ما عملنا هنا تناقص من الجنبين هنعمل هنا برضو تناقص من الجنبين لغاية ما اقفل المثلث خالص. هعمل ادي اول غرزة حشو ومش هقفلها، وادي التانية مش هقفلها، واقفلهم مع بعض، وبعد كده اعمل غرز حشو عادي في كل الغرز لغاية اخر اتنين نعمل فيهم تناقص مع بعض. ادي كده غرز حشو عادي، ادي كده اخر اتنين هعمل فيهم تناقص مع بعض. هاجي ارتفع بسلسلة هعمل تناقص تاني بقى السطر اللي بعده، ادي كده اول تناقص، وبعد كده هعمل غرز حشو فوق كل غرزة غرزة حشو، وهاجي في اخر اتنين عندي في السطر وهعمل فيهم تناقص، واخد سلسلة ارتفاع، هاجي برضو هعمل تناقص تاني في اول غرزتين في الدور، بعد كده اعمل غرز حشو
نفس العدد فوق كل غرزة، يعني غرزة هيجي عند اخر اتنين وهعمل فيهم تناقص، هرتفع بسلسلة ولف الشغل، هعمل بقى تناقص هنا برضو في اول اتنين وهعمل غرز حشو، هلاقي عندي اخر اتنين هعمل فيهم تناقص، كده بقيوا عندي على السطر ده اربع غرز حشو، هعمل تناقص في اول اتنين وتناقص في الاتنين التانيين، كده بقيوا معايا غرزتين حشو، هرتفع بسلسلة وهعمل في تناقص في الاتنين مع بعض، كده يبقى خلص معايا الفانوس اهو، والاتنين زي بعض لان هما الاتنين نفس العدد. طيب دلوقتي بقى لما هعمل انا كده كأني عملت اول واحد، هقص الخيط وبعد كده ابدأ اعمل التاني، والتاني بقى مش هقص فيه الخيط لان هو انا هشبك الاتنين مع بعض بغرز حشو، هجيب الاتنين كده قصاد بعض، اخلي خيوط البداية والنهاية دي من جوه، هاجي هنا ارتفع بسلسلة فوق غرزة الحشو اللي من فوق دي، هعمل غرزة حشو وهاخد غرزة الحشو اللي هنا قصادها، بغرزة الحشو قصاد غرزة الحشو، واسحب الخيط واعمل غرزة حشو عادي، كده انا شبكت الاتنين مع بعض. هعمل بقى كل غرزة، كل يعني غرزة حشو هنا هعمل قصادها غرزة الحشو التانية، اقفلهم مع بعض بغرزة حشو كده، ادي دي الغرزة اللي بعدها، ادي دي اللي بعدها، بقفل قصاد بعض، همشي كده بقى على طول الفانوس كله غرز حشو عشان نقفله كله. واضحة كده معايا الفكرة؟ يبقى احنا كده هنا خلاص هنشتغل غرز حشو نقفل بيها الفانوس كله، هشتغلهم وارجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني، هنا كده انا اشتغلت غرز حشو حوالين الفانوس كله، هسيب بس حتة من هنا فاضية هدخل الاول فيها فايبر لو حبيتوا تحشوا الفانوس، بدل ما يبقى يعني رفيع كده ممكن نحشي فايبر. نحاول كده ندخل الفايبر في كل حتة كده نظبط يعني الحشو كويس. وليكن كده انا اكتفيت بحشوة الفانوس، هاجي بعد كده اكمل عادي بقية الفانوس كله حشو زي ما عملت من الاول، هعمل كده برضو هعمل حشو حشو قصاد بعضيهم، امسك الفانوس كده وقصاد بعضه واقفل بحشو، كده قفلنا الفانوس كله داير ما يدور بغرز حشو وحشيناه فايبر. هاجي هنا انا خلاص المفروض اقفل بالمنزلقة. دلوقتي لو الفانوس ده انا عايزة اعمله ميدالية واركب له حلقة ميدالية، هرتفع يعني مثلا بكام سلسلة واقفل عشان بكده اركب فيهم الحلقة، وليكن هرتفع مثلا بعشر سلاسل، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر، كده عشر سلاسل، وانزل اقفل بمنزلقة في اول غرزة حشو انا عملتها،
هدخل جواها كده واقفل بمنزلق وكده، اعمل غرزة للتأكيد واشد الخيط في النص كده. انا عملت حلقة، هاجي الحلقة دي ممكن اركب فيها الميدالية اهي، ميدالية كده، يبقى بقت ميدالية فانوس. هقص بقى الخيط وننضفه. الخيط ده هنشبكه في ابرة وننضفه كويس. ورجعت لكم تاني، هنا خلاص انا كده نضفت الخيط وقلت بقى يا اما هنركب عيون او نعملها بالخيط. انا هركب عيون احلى، وعملت بالجوخ شكل بق صغير، هنلزقهم بشمع وخلاص على كده. وليكن انا كده مثلا هحدد السطر اللي انا هحط فيه العيون، هيكون السطر ده. هاجي احط كده، باجي كده اشوف شكل البق مثلا هحطه هنا، احدد مكانه الاول. يبقى انا هحطه مثلا على السطر ده، يبقى انا هحط الشمع هنا. حاجة بسيطة، شمع وهو بيلزق بسرعة. بس كده، دي طريقة لتزيين الفانوس، ممكن بالخيط وممكن بالجوخ والعيون كده، ممكن من غير اي حاجة خالص يبقى فانوس سادة عادي. انا حبيت نعمل فيه شكل مختلف وشكل حلو. يبقى احنا كده خلاص عملنا الفانوس مع بعض، ممكن بقى تعمليه اكبر او اصغر براحتك. هو فكرة واحدة للفانوس ان انت بتعملي عدد معين من السلاسل وبتتناقصي، كل سطر تتناقصي لغايه ما تعملي شكل القاعده اللي هي المثلثه بتاعه الفانوس. وبعد كده بيبدا يتزايد، هنعمل هنا كل سطر تزايد بنعيد فوقيه سطر نفس العدد بالظبط، هنعمل عدد من التزايدات لغايه ما يوصل معايا ان الجزء اللي هنا ده يكون اكبر من تحت. يعني انا هنا كانوا 10 غرز حشو، هنا لما تزايدنا وخلصنا هنا كانوا 12، لازم هنا يكون اعرض شويه من تحت، ما ينفعش يبقى هنا وهنا واحد. عفوا. وبعد كده هبدأ اتناقص كل سطر لغاية ما اخلص الفانوس هنا واقفله خالص. وبعد كده هقفل بقى حوالين الفانوس كله بغرز حشو. ولو هعمله بقى ليه ميدالية هعمل ليه الحلقة دي، مش هعمله ليه ميدالية هعمله لعبة هيكون مثلا كبير، خلاص هقفلها خالص بمنزلقة. وبعد كده بقى هنا التزيين براحتك، ممكن بعيون زي كده، ممكن بالخيط، ممكن تسيبيه من غير اي حاجة خالص. بس فانوس سهل وبسيط وتقدري تنفذيه ان شاء الله. اي اسئله او استفسارات اكتبها لي تحت في الكومنتات. كانت معاكم نورهان النشار من قناه منى كروشيه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.